لا 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 أعلم أنه يوجد تعريف شرعي لكلمة مقيم، لكن الخلاف بين أهل العلم اللي هي هل الناس ينقسمون إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام. بعض أهل العلم يرى أن الناس ينقسمون إلى قسمين، مسافر ومستوطن. مسافر ومستوطن، يا هذا وطنك أنك مسافر، يا هذا وطنك أنك كل شيء مكان مو وطنك يعني اللي بتستقر فيه حياتك كلها، فأنت مسافر حتى ترجع إلى وطنك. وبعض أهل العلم يقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، فيقول مسافر ومقيم ومستوطن، مسافر ومقيم ومستوطن، فيجعل المقيم مرحلة وسط بين المسافر وبين المستوطن، ويجعل هذا المقيم اللي هو مثل الناس اللي تشتغل في غير بلدها، مقيم أصلا قاعد 4-5-6 سنين لين يجمع فلوس أو يخلص المهمة اللي مطلوبة منه أو يدرس أو كذا، الفترة هذه بعدها سيرجع إلى بلده. فهو من حيث التعاملات خلينا نقول سكن أو شغل، مقيم عنده سكن مأجر، عنده عنوان ثابت، عنده كذا، فهو مقيم وعارف متى يرجع، قاعد 3-4 سنين واضح، وفاتح الحساب بالبنك وضبط أموره. لكن شفت لك واحد مثلا يروح سياحي يفتح الحساب بالبنك؟ ها؟ ما في واحد رايح سياحي إلا يكون فاتح حساب من أول ساعة يروح نفس الديرة، لكن ديرة أول مرة أطبها روح أفتح الحساب بالبنك، شنقه ما أفتح الحساب بالبنك زين ليش؟ أنا فترة وراجع. ما غالبا المسافر يسكن في فندق، ما يسكن بشقة، أو يأخذ شقة مفروشة، ما يأخذ شقة غير مفروشة، ما له عنوان ثابت، ما عجبه السكن راح تسكن ثاني، يعني ما ارتاح لك كذا إلا إذا كان مجهزه الحين حجب الإنترنت ويرتب أموره وكذا. فهو أصلا ما يتعامل معاملة المقيم، يتعامل معاملة المسافر. فالمقيم هذا اللي هو حل وسط بين المسافر وبين المستوطن، اللي هو الطلبة اللي يدرسون، العمال اللي يشتغلون في غير بلادهم، الموظفون اللي يشتغلون في غير بلادهم، هذا كلهم الظاهر لا يعتبرون مقيمين، ولذلك يأخذون حكم المستوطن، فلا يقصرون ولا يجمعون ولا يفطرون، المهم حكم حكم أهل البلد يعني، هذا الذي يظهر عند الله. اي نعم، شيخ ابن عثيمين لأنه يقسم الناس قسمين، مستوطن ومسافر، فيقول كل من لم يكن مستوطنا فهو مسافر. وهذا قلنا الفرق، ان بعضهم يجعلهم ثلاثة اقسام وبعضهم يجعلهم يعني قسمين.